أهلا بكم مشاهدينا من جديد. نستهل نشاطنا من الشأن المحلي، حيث أعلنت شركة البحرين للغاز المسال إكمال تمويل مشروع أول مرفأ لاستيراد وإعادة تحويل الغاز بالشرق الأوسط، ويتشارك تحالف من 9 بنوك إقليمية ودولية في تمويل قرض مشترك للمشروع بقيمة تصل إلى 741 مليار دولار مليون دولار عفوا على مدى 20 عاما. وستتألف المشروع من وحدة تخزين عائمة ومرفأ وحاجز بحري لاستلام الغاز الطبيعي المسال ومنصة لتبخير الغاز المسال ليعود إلى حالته الغازية، إضافة إلى توفير أنابيب تحت الماء لنقل الغاز من المنصة وإلى الشاطئ ومرفق بري لاستلام الغاز، مع تواجد منشأة برية لإنتاج النيتروجين. وستبلغ قدرة المشروع عند اكتماله في مطلع العام 2019 حوالي 800 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم. هذا وتعتبر مشاهدين شركة البحرين للغاز المسال مشروع مشترك مملوك للشركة القابضة للنفط والغاز، وائتلاف مكون من شركة تيكاي الكندية وشركة سامسونج الكورية ومؤسسة الخليج للاستثمار الكويتية. وكانت الهيئة الوطنية للنفط والغاز والشركة القابضة للنفط وقعت الاتفاقيات اللازمة لإنشاء المشروع في ديسمبر من العام الماضي بعد عملية مناقصة دولية، ويهدف المشروع مشاهدين لدعم إنتاج الغاز المحلي في المملكة. في خبر آخر، سجل مركز البحرين للمستثمرين في أسبوع 10 شركات تعمل في مختلف الأنشطة التجارية والصناعية في المملكة برأس مال يتجاوز 300 ألف دينار. وتصدرت رؤوس الأموال المسجلة شركة النعمان العقارية، والتي تنشط في مجال الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة برأس مال بلغ 250 ألف دينار. كما سجل المركز شركة ستار فروتس للتجارة التي تزاول عملها في مجال تجارة وبيع الأغذية والمشروبات برأس مال قدره 20,000 دينار. وبحسب البيانات المعلنة لدى المركز، فقد تم تسجيل شركة سبكترا للخدمات الاستشارية برأس مال بلغ 10,000 دينار، إضافة إلى تسجيل 4 شركات برأس مال 5,000 دينار متخصصة في تصنيع المنتجات المعدنية الإنشائية والأغذية. طبعا مشاهدينا، يكمن الهدف الأساسي من وراء إنشاء مركز البحرين للمستثمرين لتبسيط الحصول على السجل التجاري والخدمات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، إضافة إلى تسهيل التراخيص وتصديق الجهات المعنية من مختلف الإدارات الحكومية بصورة فورية. كما يهدف المركز إلى تحقيق الفعالية في الأداء والتركيز على تقديم الخدمات للزبائن واستقطاب المزيد من الاستثمارات للسوق المحلية. والآن مشاهدينا، نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.